أعتقد أن تواجد وزارة الثقافة اليوم في هذا الموسم هو دلالة على وجود مقاربة جديدة واستراتيجية جديدة، خصوصا وأن هذه الوزارة من المهام الأساسية هي النهوض بالثقافة. وأعتقد أن شعار هذا الموسم هو شعار متعلق بالثقافة في البعد الإفريقي، خصوصا وأن في هذه المرحلة هناك استراتيجية للمملكة في العلاقات مع الدول الإفريقية، شراكة استراتيجية مستقبلية مع العديد من الدول، وأعتقد أن العلاقات الثقافية ستكون لها دور أساسي ومرتكز أساسي فيما يتعلق بالعلاقات الثقافية ما بين البلدان الإفريقية والمملكة المغربية. على أساسها ستكون هناك كذلك علاقات استراتيجية للشراكة مع العديد من الدول، خصوصا في ظل التحولات العالمية. هناك استراتيجية جديدة للأقاليم الجنوبية، خصوصا فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع الثقافة، لأننا نعتبر جميعا على أن قطاع الثقافة هو قطاع استراتيجي له بعد تنموي بالدرجة الأولى، خصوصا ونعتقد جميعا على أن البرنامج الحكومي جاء بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بقطاع الثقافة وكذلك قطاع الاتصال، وستكون للأقاليم الجنوبية المملكة حظ وافر فيما يتعلق بالتنمية الثقافية وكل ما يتعلق بقطاع الاتصال.